البيداغوجي ديال المدرسه هي البير تو بير ليرنين، يعني التعلم بين الاقران. ما كاينش اساتذه، ما كاينش فصول مدرسيه، ما كاينش نيفوات، هذاك كله اللي في التعليم الكلاسيكي ما كاينش هنا. دونك فاش كيجيو للمسبح لا بيسين كيدوزو الشهر هنايا عندهم، كيتعلموا بار بروجي، مشاريع كل نهار، مشاريع كي بو تيتر انديفيديوال ولا اون جروب. الفكره ديال 13 جات من صحابي، سمعتهم كيدويو على 13، صافي مشيت قلبت عرفت شنو هي 13. من تما جاتني الفكره باش نجي ندوز البيسين. البيسين اللي كان هو واحد الشهر ماشي ساهل، كانوا فيه دي زيكزامان، دي بروجي اللي خاصهم يتفاليداو. تعذبنا، لايك كنا كنبقاو بلا نعاس 3 جوغ باش نقدروا نافونسيو في البيسين ونجيبوا نقاط مزيانين. هنا جو كتجي كتلقى راسك كدوز واحد 18 ساعة انت مرتاح، كتقرا فيها، كتشارك المعلومات مع الأصدقاء ديالك ولا الأقران ديالك، كتكون استفادة أكثر، كتخدم البروجي ديالك، يعني ماشي بحال السيستم القديم كتقرا شي حاجة اللي طيوري، هنا كتبراتيكي. وحده من الحوايج اللي كتقدمهم هذه المدرسه واللي متميزه بهم هي لي سوفت سكيلز. الطالب هنا كيتعلم اولا لوتونومي، إلي فريمون اوتونوم، كيتعلم يولي اوتونوم. ثانيا كيتعلم الترافاي كولابوراتيف، العمل التشاركي. وهذا الا خديتي ان اونتربريز وخديتي فيها احسن مدير واحسن سكرتيره واحسن ايكونوم الى اخره، ما ديريش بها احسن اونتربريز. خاصك واحد لا سينيرجي بين دوك الناس يعرفوا يخدموا بنا اونسومبل، وهذا الشيء كنتعلموه في هذه المدرسه بزاف. I spent years studying here and benefiting from the ecosystem of startups, either in here or either in Ben Gurion, and also the majority of our students and our staff are actually part of 1337 or UM6P, so we benefited from their educational system and also from the curriculum in order to build our project Freefall, which is a PvP mobile game.